الناس المصابين بدأ السكري يمكن لهم العكس بالنسبه للتمارين الرياضيه مهمه جدا، غير هي خصهم ياخذوا الحيطه ديالهم من الافضل كما قلنا من بعد الفطور، لان كيكون كلا كيكون درجه السكري طلعت في الذات ما يعرضش نفسه لانخفاض السكري، او اللي كان كما قلنا ممكن يديرها قبل الفطور، ولكن دائما يعني يقلل من المده، دائما داك نص ساعه حتى 40 دقيقه ما كاينش شي فرق كبير، غير هو ياخذ الحيطه ديالو اكثر، لان يعني كيكون درجه السكري كتقدر تكون منخفضه، اللي دار واحد الحركه يقدر ينخفض بشكل اكثر ويوقع في مشاكل ديال الغيبوبه او مشاكل كبيره. دائما السكر في جيبو او شي حاجه حلوه في جيبو حتى اللي يوقع شي انخفاض، ودائما الاله ديال قياس السكري دائما تكون في الجيب ديالو ملي كيمارس الرياضه او الحركات بصفه عامه البدنيه، دائما يقيس السكر ديالو من الافضل قبل ما يزاول الرياضه يشوف درجه السكري فين وصلت، ودائما كتبقى المتابعه مع الاخصائي مرض السكري باش يوجه له النصائح اللازمه.